احبائي اهلا وسهلا فيكم اليوم بطبق جميل جدا جدا ورح نتعلم فيه كتير من الاشياء. شغل كتير هينه، صدر الدجاج مع البهارات. رح نعمل نحن البهارات ونحط عليه من فوق صلصة معمولة من جبنة البارميجانو أو البارميزون، وتحته من الايسبرغ أو أي نوع من الخس. رح بلش أنا ليكون هون كمان شغلي شو حلوة. 10 أنواع بهارات رح نبتدي. عندي من الكزبرة، عنا توم البودرة، طلعوا كيف حطهم بهالطريقة مشان نشوفهم مزبوط. عندي الفلفل كمان الأسود، عندي من الكمون، زنجبيل، بصل البودرة، يعني في توم وفي بصل. عندنا من الزعفران، أو خلينا نقول مش زعفران، كركم أو عقدة صفرة، قرفة، رنفل، وعندنا من البابريكا. يا سلام، 10 أنواع من البهارات أكيد كتبتون قدامكم. شو بنعمل؟ نخلط. وهودي البهارات مثل ما حكيت صاروا جاهزين، حتى خلص نكتب عليهم الشيف شادي بهارات للدجاج. هيدا واحد. الشغل الثاني شو بدنا نعمل هلا؟ نحن بدنا نجي نلت، نحط، نخلط هالبهارات على هالصدر الدجاج. شغلي ولا اهين من هيك. طلعوا هون رح احط انا، ارجع البهارات هون، طلعوا كيف. وشغلي هين كتير، صدر الدجاج موجود، وعندي كمان هون صينية، او عنا بيروفل، او عنا شو بكون تسموها، اي صينية فيكم شو ما بدكم تسموها ما في مشكلة. زيت زيتون، وبسرعة هذا صدر الدجاج هون يا شيف شادي، طلعوا كيف. انا عندي توماتو سيريز يا شيف شادي، حصين من الثوم، بصلي طق طق، البصلي قصوها بهالطريقه هيك، شقفه اثنين، وهيدي ثلاثه، وهيدي اربعه. انتهينا انتهينا، يعني ولا اجمل من هيك. اليوم رح نشتغل على الفرن، الفرن شاعل والحراره 220 درجه. طلعوا شو حلوه هيك. يلا يا شيف شادي، واحد اثنين ثلاثة، منخليهم قد ايه وقت؟ منخليهم على القليلة بالفرن هون حوالي 20 دقيقة. منسكر ومنطلطل عليهم كل شوي. اخ، صلصة اللبن، صلصة الخردل فينا نسميها، فينا نسميها صلصة البارميجانو، ولا اهين من هيك. واحد يا شيف شادي، هيدا فاضي ما في شيء ابدا بقلبه. منجيب ملعقة ومنبلش. قبل الملعقة يا شيف في شغلة بدنا نعملها. توم، هذا حصة توم هون، رح نعمل هيك، طلعوا كيف بهالطريقة، شرائح من التوم. باخد كمان من البصل، شقفة صغيرة من البصل، رح اجي كمان حطها هون، طلعوا كيف، كمان على او بنفس الجات خلينا نقول، ملح عليهم. يا سلام، ملح. وهلا منحط هيك شقفة تحتهم، ومناخد مدقة التوم، ومنقول واحد اثنين ثلاثة، منحطهم هون. هلا البصل والتوم يلي نحنا دقيناهم قبل، رح ضيف عليهم من الخردل، من اللبن أو الزبادي مثل ما بدكم، طلعوا كيف. ها هذا كمان من الزبادي، وكمان من البارميجانو يا شيف شادي، واكيد من الكركم. يا سلام على الكركم، هيك بيعطيني اللون الاصفر الحلو. ملح، وكمان شوي صغيره من الفلفل، وبخلط. بعد بينقصنا شغله وحده بس لا هالصلصه، هي حامضه او عصير الحامض. خلينا نقص هيك، صارت جاهزة، وهيدي الصلصة جاهزة. وأنا بقول يا شيف شادي إنه صدور الدجاج مع البهارات اللي حضرناهن صاروا جاهزين، بس قبل رح آخد خس الايسبرغ، رح نجي نقصها بهالطريقة، نفرمها ناعم، طلعوا كيف. ها
هيك كمان بطريقة تطلع معنا خلينا نقول جوليان. والدجاجات صاروا عنا أكيد جاهزين. رح روح هيك ناخدهم هلأ من الفرن وننطر بس تيبردوا نتفة صغيرة، بس أنا ما رح أنطر، قطعهم ونحطهم صلصة ومنقدم. يلا هون، يلا يا شيف شادي، يا سلام يا سلام على المنظر الجميل. يلا تنرجع نشيلها وأنا صار عندي إياها جاهزة 100%. خلونا نحطها هلأ هون أو ناخد هيك منظر جميل عن هالصدر الدجاج. فينا نقدمه مثل ما هو هيك، وفينا نقدمه مثل ما رح قدمه أنا اليوم بطريقة كتير حلوة. ناخد هيك، يلا يا شيف شادي، بالطريقة منبلش كمان نقطعهم بسرعة تك 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 اتنيناتهم، وبدنا نحطهم على خس الايسبرغ. وهلأ الدجاج صار عندي جاهز. اللي رح أعمله رح نحط شوي صغيرة، طلعوا كيف نتفة صغيرة، طلعوا هون بالنص نص صلصة هيك ما منغطي على الدجاج. وهلأ كمان بتشوفوا كيف بدنا نحط كمان الخضرة المشوية. رح ناخد سوسيير منحطها كمان هون، منحط بقلب الصلصة. واو، كمان عندي من السوريز المشوي وحص من التوم. طبق ولا أجمل، بيعقد بجنن مثل كل طبخاتنا السريعة. أنا كتير بشكركم، لقائي معكم بحلقة بعد أجمل من اليوم.